اتفضل. انا لا محتاج 5 دقايق ولا محتاج 3 دقايق، برغم ان النائب خالد شعبان اتنازل لي، وبرغم ان حقي ان انا اتكلم 5 دقايق، انا مش هتكلم غير دقيقه. هناك ثوره قامت في 25 يناير 2011 وكانت موجتها الاعظم في 30 يونيو 2013، وهناك دستور اقره المصريون في 2014. اقسم بالله ان هذا البرنامج لا يمت بصله لا للثوره، ولم يشمها، ولم يشم اهداف الثوره ولا مبادئها ولا حتى دماء شهدائها. واقسم بالله ان هذا البرنامج لا يمت لهذا الدستور باي صله، لا بنصوص ولا بروحه ولا بمواده. هذا البرنامج لا يعرف شيئا عن الفلاح المصري ومأساته، ولا العامل ومراراته، ولا المرأة ومعاناتها، ولا الشباب وإحباطهم، ولا العاطلين منهم ويأسهم، ولا حتى المعاقين وحقوقهم. الأهم أنه لا يعرف شيئا عن قسوة المرض وقهر الفقر. باختصار، هذا البرنامج لا يمت لأشواق المصريين في دولة العدالة بصلة. هذا البرنامج لا يمكن أن نسميه برنامج لأن الفكرة به غائبة، والانحيازات تائهة، والأولويات مرتبكة، والآليات معدومة، والخيال فقير. هذا البرنامج استنساخ أرض من برامج ما قبل حكومات ما قبل الثورة. هناك في الحياة معارك تخسرها وتشعر بالرضا انك خضتها. اعرف اني خاسر لهذه المعركة، اذ ان المجلس قد يتجه للموافقة، ولكن اقول وكل فخر اني ارفض بيان الحكومة. وشكرا. شكرا سيادة النائب.